نظمت الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى مؤتمرها السنوي 41 بمشاركة كل من الرابطة الإفريقية لأمراض الكلى والجمعية الإفريقية لزراعة الأعضاء تحت شعار تحقيق رعاية عالية الجودة لأمراض الكلى في إفريقيا. المؤتمر استضاف 1000 مشارك من معظم البلدان الإفريقية وكذلك الخبراء الدوليين وما لا يقل عن 1000 من الحضور الافتراضي عبر الإنترنت، كما أن المؤتمر يعد فرصة للأطباء من الدول الإفريقية لزيادة معرفتهم بأمراض الكلى والقصور الكلوي وعلاج المراحل المتقدمة بالغسيل الدموي والبريتوني والتعرف على تقنيات زرع الكلى وتنمية تخصص الأطباء في أمراض الكلى نظراً لندرة هذه الخدمات في العديد من الدول الإفريقية. وقصور الكلى هو عدم قدرتها على العمل بكفاءة عالية قد تصل إلى فشل وظائفها وتوقفها عن العمل واللجوء إلى الغسيل الكلوي. ومن المعروف أن الغسيل الكلوي يزيل نسبة من السموم بالدم وليس الكل، كما أنه لا يفي بكل وظائف الكلى مثل ضبط ضغط الدم وسلامة العظام وتفادي الأنيميا، لذا لا يعد علاجاً ناجعاً للفشل الكلوي. وأكد الأطباء من خلال المؤتمر أن الفشل الكلوي له تأثير سلبي على الزواج والإنجاب وقدرة الفرد على الإنتاج والعمل، وأن العلاج الأمثل هو زراعة الكلى سواء من حي أو متوفى حديثاً. كما شدد المؤتمر على ضرورة توعية المواطنين بأهمية زراعة الأعضاء من حي سواء كان الشخص من أحد أفراد العائلة أو خارج العائلة في حالة إصابة المريض بمرض وراثي مما قد يؤثر على أفراد العائلة. وأكد الأطباء أن السبب الخامس للوفاة في مصر هي القصور الكلوي، وأن متوسط الإصابات في القارة الإفريقية 13.6%، وأن الوقاية من الإصابة بأمراض الكلى في غاية الأهمية وتكمن في التشخيص والعلاج المبكر، مشدداً على أهمية الدخول في برامج زراعة الأعضاء من حديث الوفاة قوائم الانتظار. طبعا المؤتمر هذا العام بتواصل مع الجمعية الإفريقية لأمراض وزراعة الكلى والجمعية الإفريقية لزراعة الأعضاء بالمواكبة للمؤتمر 41 للجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى. طبعا نحن نهتم بتعريف المشاكل القصور الكلوي، طرق علاجه من طرق بكل الوسائل الغسيل الدموي والغسيل البريتوني، ونهتم بأن زرع الكلى هو أفضل وسيلة وأفضل نتائج لمريض الكلى من ناحية نوعية الحياة ومن ناحية نسب الحياة نفسها. فده اللي بنحاول ننشره جوه مصر وبره مصر في الدول الإفريقية، لأن في دول كتيرة ما فيهاش خدمة الكلى سواء تشخيص أو علاج، وفي دول ما فيهاش أصلا زرع كلى، فبنحاول نتواصل مع زملائنا، وده دور ريادي بتقوم به مصر. أسباب الفشل الكلوي في العالم كله الضغط وارتفاع نسبة السكر في الدم، هي دي الأسباب الأساسية في العالم كله وموجودة في إفريقيا. في مصر والدول الإفريقية في أسباب أخرى من ضمنها التهابات البول والتهابات المناعية والاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية والمسكنات. في دول مثلا إفريقية في عندها مشاكل أخرى من ضمنها مثلا الملاريا والإيدز، وإحنا كان عندنا الفيروس الكبدي سي. طبعا كان في مجهودات رائعة للدولة على يعني على مستوى العالم، كنا رائدين في التخلص من الفيروس الكبدي سي. من الحاجات المهمة جدا أيضا المبادرة الرئاسية لتشخيص ارتفاع ضغط الدم والسكر للشعب كله، 100 مليون شخص يتم تشخيص المرض في مراحله المبكرة وبالتالي علاجه في المراحل الأولى أفضل بكتير من أنه هو نسيب الحالات تتطور. الحقيقة إحنا في مصر عندنا قصور شديد في الأعضاء للمرضى الفشل الكلوي المتقدم اللي هم بيعالجوا بالغسيل الكلوي سواء كان البريتوني أو الدموي. والحمد لله أخيرا يعني في بوادر حلوة في أن الموضوع الزرع ده في اهتمام رئاسي بيه واهتمام الدولة بيه. احنا يعني بقى أن مصر هي أول دولة بدأت تقريبا في العرب على الأقل يعني بدأت زراعة الأعضاء سنة 75،
ولكن لغاية النهاردة احنا بنشتغل من الأحياء بس، وسبقتنا دول كتير جدا جدا في البلاد العربية والأجنبية طبعا في الموضوع دوت. فمصر اللي كان دايما ليها الريادة مش مفروض تتأخر أكتر من كده، ومش مفروض نسيب المرضى بتوعنا يعانوا بالغسيل الكلوي مدى الحياة، لأن الناس دول مفروض يتحطوا على قائمة انتظار لما تتوفر كلى مناسبة من حديث الوفاة. يعني إحنا عندنا مثلا 75 ألف مريض بيغسل غسيل دموي، إحنا بنزرع من الأحياء حوالي 1500 في السنة، فحضرتك متخيل كم مريض بيكمل على الغسيل. أهم سببين هو الضغط والسكر، فدول على الأقل المفروض نعالجهم ونظبط الضغط ونظبط السكر وناخد العلاج ونهتم ونقيس، مش مجرد ان انا باخد العلاج يبقى كده اطمنت ان الضغط اتظبط او السكر اتظبط. فالمتابعة والعلاج البدري، لان انا لما بتأخر ما بيبقاش العلاج مؤثر كده زي ما بيكون في الاول. لو كان في الاول بيمنع تماما حدوث الحاجة اللي احنا مش عايزينها تحصل دي، الفشل الكلوي. انما لما بنتأخر مهما عملنا بنقلل بنبطئ، لكن ما بيحصلش ان انا برجع تاني. الوعي ده طبعا اساسي، لان من غير الوعي احنا هنفضل في مكانك سر. لازم ولازم الميديا تساعدنا في نشر الوعي. اكتشاف المبكر للمرض مهم جدا، يعني من اهم الاشياء عشان ما يحصلش تقدم لهذه الدرجة في المرض. احنا دلوقتي في مصر من فترة وبقينا عندنا اهتمام جدا بالبعد الاستراتيجي لينا، احنا ننتمي الى هذه القارة ولابد التواصل مع يعني اشقائنا في هذه البلاد اللي هم محتاجين العون، محتاجين كل حاجة، فاحنا بنحب نساعد. وضع مصر بالنسبة للعلاجات، كل العلاجات الحديثة في معظمها إلا التجريبي موجودة في مصر النهاردة ومتاحة ومستخدمة. المرشح هو دائما مريض السكر ويليه مريض الضغط، فمن هنا يجب الاهتمام بهؤلاء، يعني ياخد باله قوي من سكره وياخد باله قوي من ضغطه ويتابع تحاليل وظائف الكلى بتاعته بصفة دورية علشان يعني يعرف بدري، لان الامراض دي ما بيبقاش لها اعراض في البدايه خالص، ما فيش حاجه اسمها جنبي بيوجعني خالص، ده ما بيحصلش. يقي نفسه ان هو يحافظ على وزنه، ما يتناولش مسكنات، ما يفرطش في استخدام المضادات الحيويه، واذا كان من اسره لها تاريخ مرضي في السكر او الضغط يبقى يتابع التحاليل الدوريه، لان ممكن الامراض دي تظهر في اي وقت في العمر وما يبقاش لها اعراض، فيبقى عارف. المؤتمرات دي ما بتبقاش موجهه للناس طبعا، لانها يعني مؤتمرات متخصصه، ولكن في النهايه يبقى لها توصيات، وده دوركم انتم كاعلاميين ان انتم توصلوا مفاهيم للمجتمع، علشان احنا عاوزين الناس تعيش بصحه جيده.